من قلب كافيه إشبيليا خلدي عم طل عليكم تنقدم لكم الحلقة الأخيرة من برنامج فزورة رمضان لهذا الموسم رمضان 2022، حلقة إعلان النتائج وتوزيع الهدية. بالبداية بذكر بالهدية دعوة من كافيه إشبيليا يلي نحن موجودين فيها هلأ، مجموعة منتجات خبير الشعر إبراهيم عمر، أسوى سشوار من صالون مزين المشاهير جان جديد، مجموعة منتجات للعناية بالبشرة والشعر من 22 Forever، تسريحة من بيوتي سنتر أكرم رضوان، قيمة شرائية من محلات أوتلت سن الفيل، غدا لشخصين من مطبخ هوم ميلز، وأسوأ سشوار من صالون مزين ميشيل أبو عاصي. أما بالنسبة للأسماء الرابحة كتيرة وعديدة فرح تمرق قدامكم على الشاشة، ولأستلام الجوائز بليز تواصلوا معنا كمان على الأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة. وقبل ما أختم بحب لكم كل عام وأنتم بخير، عقبال كل سنة بالصحة والعافية يا رب. وبحب كمان أوجه تحية لصاحب فكرة البرنامج الأستاذ زياد فلوتي، وأيضاً المخرج نادر حشاش. وهلأ وصلنا لنهاية حلقتنا وصار لازم ودعكم، على أمل نلتقى السنة الجاي بموسم جديد. إلى اللقاء. فوريفر المستحضر الأفضل لعلاج كافة مشاكل الشعر مثل التساقط والتقصف. منتجاتنا بتتضمن كريمات لإزالة التجاعيد والندبات، نظارات تبييض البشرة وعلاج السواد تحت العين وإزالة النمش. جميع العلاجات مضمونة، عنا 22 صنف مصنوعة من مواد وأعشاب طبيعية بأسعار مدروسة بتناسب الجميع. مطلوب وكلاء في جميع الدول، للتواصل عبر واتساب أو إيمو 0096170485372.